الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حمل نواب في البرلمان الحكومة مسؤولية التأخر بإصدار سلم واحد لموظفي الدولة، واستبعد النواب الوصول إلى حل نهائي لأزمة سلم رواتب موظفي الدولة بالرغم من المطالبات الواسعة بتعديله وإنهاء الفروقات الكبيرة بين رواتب الموظفين. وأشار النواب إلى أن اللجنة المعنية في مكتب رئيس الحكومة لم تصل إلى نتائج نهائية لتعديل وتوحيد سلم رواتب الموظفين، فضلاً عن مواجهتها مشكلة في تمويل الفروقات من أجل تعديله وتوحيده بسبب العجز الموجود في قانون الموازنة البالغ 64 تريليون دينار. عزا خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى الطلب المتزايد على الدولار، وقال الخبراء إن هنالك خروقات كبيرة في المصارف الحكومية والأهلية ومكاتب الصيرفة في توريد الدولار إلى المواطنين، مشيرين إلى أن البنك المركزي يجب أن يعمم منافذ بيع الدولار في جميع فروع مصارفه الحكومية لإضعاف قوة الطلب في الأسواق. وأوضح الخبراء أن الأجور المرتفعة التي يدفعها المواطن إلى المصارف الحكومية جراء إتمام عمليات التحويل تعتبر من الأسباب الرئيسة التي ساهمت بتوجهه إلى الصيرفات الأهلية غير الرسمية، لافتين إلى أن الحوالات الشهرية الضخمة التي يقوم بها المسؤولون إلى خارج العراق فاقمت أزمة الدولار الحالية. تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بحسب ما أظهرته أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة. وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي من كانون الثاني إلى شهر أيار بواقع 9% على أساس سنوي و12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وتلقت السوق المصرية دعماً بعد اكتشاف شركة إيني الإيطالية حقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015، كما بدأت القاهرة في استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني بداية من عام 2020. تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء إذ زادت المخاوف حيال تباطؤ الطلب من الصين بعد بيانات تجارية سلبية، ما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بما يعادل 0.2% إلى 86 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 دولاراً و73 سنتاً للبرميل بانخفاض بنسبة 0.2%. وقال كبير المحللين لدى سانوارد تريندج شيوكو تشين إن أسعار النفط تجد صعوبة في تحقيق المزيد من الارتفاع بسبب المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ انتعاش الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود. تراجع العجز الأمريكي بشدة في شهر حزيران مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الرسمية الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عام ونصف العام. ويشير انخفاض الواردات الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية إلى تباطؤ استثمار الشركات والطلب المحلي الإجمالي وسط الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وانكمش العجز التجاري بنسبة 4.1% إلى 65 ملياراً و500 مليون دولار، وعدلت وزارة التجارة بيانات شهر أيار لتظهر تراجع العجز إلى 68 مليار و300 مليون دولار بدلاً من 69 مليار دولار كما كان سابقاً. والانتقال إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.